الو السلام عليكم. الو السلام عليكم دكتور. لالا هين مرحبا. السلام عليكم، كل شيء بخير، الله يحفظك دكتور. اكرمك الله. لاباس عليك؟ الحمد لله. لالا الله يحفظكم، انا فرحانه وبزاف ما بقيتش عارف شنو كاع غنقول. الحمد لله ربي فاز الدعاء بعد انه سد لي الخط، غادي ثاني مره بعد الحمد لله. الله يحفظك، بغيت نقول لك بعدا راه كنتي دعيتي معايا باش نخدم، وفعلا بعدا الحمد لله تحققت هذيك القضيه وخدمت. الحمد لله. الحمد لله دابا راه ممرضه في واحد الكلينيك، نيت كنخدم بالليل مره. يا ربي يا كريم. وكندير ليله ليله لا هكا وغادي، وخدمت حتى استاذه بالنهار كما قلت لك، واحد قلت معايا عندي اجازه وعندي دي بروفيزان فيرمي. تبارك الله. والحمد لله الله يحفظك، ولكن يا دكتور باقي عندي المشاكل ما عرفوش من الظهر ولا شي حاجه اخرى. لا اله الا الله وصافي. لا اله الا الله. بحالاش المشاكل لاله هند؟ نعم. المشاكل بحالاش؟ ما كنلقاش بعد الظهر ولا كيكونوا العكوسات ولا لا اله الا الله وصافي. ترى دابا انا قدمت استقاله يلاه 3 ايام هذه واحد الخدمه ديال هذا الشيء ديال التعليم الاولي ديال الروض. نعم. ولقيت شي مشاكل، انا شي ناس كيستغلوا بعد النوبات كيكونوا كيطلبوا شي جمعيات وهذاك الشيء. المهم كياخذوا ذوك الفلوس ما كتعرفهم فين يدوزوا ولا هذا. قلت انا كاع نبعد شي حاجه اللي غيكون فيها صداع ولا هذا، ذاك الشيء علاش. نعم. ودابا بغيتك دكتور الله يحفظك، عندي شي اسئله بغيتك تجاوبني عليهم. مرحبا لالا، مرحبا. باش كنديروا دابا دعاء الاستخاره، وكنديروا الاستخاره واش باش باش غادي نعرفوا واش هذاك الشيء غادي يعني واش نزيدوا ولا نرجعوا، لان كدير الاستخاره وما كتعرفش. نعم. كيقول لك الله سبحانه وتعالى حسيتي بالتوكل اذا عزمتم فتوكلوا. نعم. وليني ما كتعرفش كيزيد بعد نوبه الارتباك وكتقول واش هي نيت واش لا واش نزيد نقدم ولا نتراجع ما كتعرفش. الاستخاره ملي كيديرها العبد المؤمن ربي كيعطيه العلامه، العلامه كتكون اما رؤيه مناميه تاتيه في المنام كيلقى فيها الجواب بأن الرؤية طيبة مشرقة فيها فرح وسرور، معنى أنه انطلق. أو قد يجد رؤية منامية مخيفة فيها فزع فيعلم بأنه لا ينبغي أن يقدم بل عليه أن يحجم، هذا رقم واحد في المنام. وقد يأتيه في اليقظة أنه يشعر بإحساس سعيد وكيشعر بنشاط وحيوية لكي يقدم على هذا الأمر، كيشعر بأنه مدفوع، أو يشعر بأنه مقيد وبأن نفسه مغلقة. هذه علامات الاستخارة. بعض العلماء يقولوا إذا ما تبينش لك الأمر من خلال الرؤية المنامية أو من النفس في اليقظة، ممكن أن الإنسان يستخير الله تعالى ويأخذ المصحف يقول يا رب هذا الأمر اللي غنقدم عليه إذا كان فيه خير يا ربي اجعلني أفتح كتابك العزيز وأضع أصبعي فأجد آية فيها الرحمة وفيها البركة وفيها التيسير، وإذا كان فيه شر اجعلني أفتح القرآن العظيم فأضع أصبعي فأجد آية فيها إما حديث عن الكفار أو العذاب أو النار أو غير ذلك. فهذه طريقة من طرق المعرفة هل هذا الأمر إذا كان مستعجلا هل هذا الأمر أقدم أم أحجم. لكن أحسن طريقة تأتي في رؤية منامية واضحة رسالة من الرحمن، أو يأتي في نفسك إما شعور بالإقدام أو شعور بالإحجام. شكرا. وبغيت نسولك يا دكتور على صلاة الحاجة. نعم. قلت لنا أستاذ الله يحفظك واحد الصور كنديرها بالضبط صلاة الحاجة، شنو هما ما عقلتش على ذوك الصور اللي خصني ندير فيها؟ صلاة الحاجة كنصلوا فيها الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، ثم كنبقاو ندعيو في السجود، كنقولوا دعاء كثير، كنبقاو نقولوا الثناء على الله والتمجيد لله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ودود، ثم اضع الدعاء ديالي يا ربي اقضي حاجتي فلان وفلان، اقضي لي كذا وكذا، ثم بعد ذلك كنقرا بعض الايات في لما افرغ من الصلاه، وهي قول الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، كنقراها ونعاودها وان شاء الله تعالى ربي يعطيك حتى ترضى باذن الله تعالى. دكتور شكرا بزاف، وباقي لي واحد السؤال الله يحفظك. مرحبا. دابا واحد السيد شحال هذه كان جا خطاب ووقعوا شي مشاكل، هو ما عرفش علاش تراجع داك الشيء، مشى شحال، المهم دابا عام وربعة اشهر اللي كانوا خطبوا، وديك المده كلها تسميت هذا الشيء يكون عرس وهذا، فجابوا داك الشيء الخاتم وهذا وصافي داك السيد ما بقاش بغا. المهم دابا ما عرفتش واش داك الشيء نردوا ليه ولا لا، المهم هذاك وقع ذاك المشكل ما بقاش هما هضروا، حنا ما بقينا هضرنا يعني وقع الغيار وصافي.
ما شاء الله. ودابا دكتور ما عرفت داك الحوايج اللي بقاو عندي انا دابا ما كنحملش. في ديك الوقيته جاني اكتئاب، خديت الدواء مرض، وانا كان عندي الضيق، كنتمنى الله يشفيني يا رب. لا اله الا الله، وصافي هذا الشيء وقع، ودابا ما بقيتش عارف دوك الحوايج، ما كنحملش نشوفهم، ما كنحملش نلبسهم. ما شاء الله. ما عرفتش نردهم، ما عرفتش نخليهم. شحال دازت على المده لاله هند؟ نعم. شحال دازت عليه المده؟ دابا تقريبا داز عام ونص، ما بقوش عام هادي دابا. وانقطع الاتصال بينك وبينهم؟ نهائيا ما بقوش كيهضروا اصلا، ما عرفناش حتى المشكل في الاول، ما داروا شي شروط وصافي. هو اصلا باقي ما خدامش، داكشي علاش بقى بابا كيتسنى شحال باش يخدم وهذا. نعم. ودابا ما عرفتش واش داكشي اللي بقى عندي حرام ولا لا خديته انا، وحال دابا داك الخاتم الا بعته وداك الفلوس ديالو واش الا. نعم، هذيك هدايا، هذيك هدايا لما كيجي الخطيب وكيعطي المخطوبه واحد المجموعه ديال الاشياء كتسمى هدايا. هذيك الهدايا لا ترد ما دام ان المهدي لم يطالب بها، ما دام هو ما اتصلش وقال لكم بغيت حقي، فهو من حقك، لانك انت ترتب عن هذا الخطبه معاناه وبكاء وحزن، فعلى الاقل هذا تعويض بسيط عن تلك المعاناه، فذلك من حقك. الخاتم من حقك واللباس من حقك، الا كنت انت تتشائمين بهم وممكن انك تبيعهم وتستفدي بالثمن ديالهم. هذا هو المشكل ديالي، انا ما قدرتش ناخذ حتى التكسير ديالهم، بحال ما عرفتش داكشي، ما عرفتش كيفاش توقع، كان كلشي مقاد، كلشي ميسر في الاول. ما شاء الله. لا يلاه ما عرفناش شنو هو السبب. ما قدرتيش انك تتصلي بهم تقولي لهم اش نعملوا في هذا الشيء اللي جبتو؟ كيجيني بحال ايديا مقبضين عليا، باش نبغي ناخذ النمره ولا الطاسه ولا هذه، ولكن في الهضره ديالو هو فكان ما بقيتش عرفتو مناش، ما اصلا كان عندهم هذاك القلق داكشي بحال. لا اله الا الله. الذهب ممكن يبقى بلاصته، الملابس حدا مرض تاع شي عام و4 شهور وانت كتسنى وهذا. لا اله الا الله، دابا ما بقاش كيجي حتى شي حد، ولا حتى دابا في العمر ديالي تقريبا 29 سنه، ما حتى الدار ولا بنادم، غير الوالده عندي غير مأطرة ومريضه، راه لحد الان ملي كدرها واحد الرجل، الوالد ديالي لا ظهر في الخدمه لا والو، ومن ديك اللحظات حنا كنشوفوني تعرف الحزن. ديك الوقيته انا طشت، الوقيته اللي جاني ميساج ما بقى والو، صافي الله يعاونك. نعم. على والو غير على سدا، قال لك لا اختي الخدمات قلتي منها هذه ديريها هذه، المهم شي شروط هكا اللي كيكونوا، هذا هو علاش. ما شاء الله. حتى هذا المشكل اللي عندي ديال الضيقه، كنتمنى الله يشافيني، الله يحفظك، دير معايا شي دعيوه يا ربي يا كريم، فيه الخير الله يرجعو، ما فيش الخير، كنتمنى دير معايا شي دعوه، حنا بغيت البنات نحب الان واحده فينا مازال ما تزوجهاش. لا اله الا الله، غير كيبقى فيك الحال، كدير النيه، كتصلي، متحجبه، نيت، كندير الاذكار اللي قلتي، كل شيء زعما غير هذا القبول اللي ما عرفتش علاش ما عنديش الامتحان ثلاثه المرات، ولا كندوزو في التعليم حتى هو ما كاينش منه، يعني كتمشي ما شاء الله كتقري وليدات الناس، كدير اكثر من جهدك، يعني بعد ما تحط ان ما كاين ما خلاص لا والو، وفي الاخر المطاف كتلقى غير الصدمه على اختها، يعني دابا انا وليت كنحس راسي كل غير واحد. ما شاء الله. ما الصدمه يلا كنلقى الراحه ديال الراحه ديالي بدا في هذا الكلينيك اللي بديت هاد الشهور القلال، ومني باقي عندي واحد السؤال الله يحفظك تا هو. يا لالا. يا لالا تواك الله يجازيكم بخير المستمعين. يا لالا. غير بحال دابا شي واحد مثلا فاش كتخدم هكا في الكلينيك وهذا، كاين اللي كيبزز عليك انك تشد واحد مثلا شي مهم هاد الشتا كتسالي الخدمه ديالك انت وخدمتك ديال هادي باش يلاه ماشي زعما باش يعطوك رشوه ولا شي حاجه بحال هكا، اللي كيجي كيعطيك بزز كيخشي لك في جيبك. واش هاد الفلوس حرام ولا حلال؟ انت كتقول لي لا راه انا ما بغيتهاش. لانك كما قلت لك فين سمعتك في الدعاء تتقولي الا كان شي حاجه الفلوس حرام وهذه ما تيقبلش الله الدعاء، ولكن انا ما كندزز على حد يعطيني، مو بغيت زعما بغيت نعطي الله اللي عطاها لي الله يعطيني غير دعيوه. لا اله الا الله. الله يشافيني من هاد المرضى، وغير الله يستر لي، ها هو دابا الامتحان ان شاء الله غيكون ديال الدوله هادشي ديال التعليم، كنتمنى الله يفرج عليا ويعطيني يا رب وتساعدني مع الدوله باش على الاقل نرتاح من عاون حتى الوالد ديالي، لان هادشي اللي كيحلم يشوف فيا. ايه وبغيتكم الله يجازيك بخير يا دكتور، دعي معايا باش يهديني الله اكثر للدين، يا رب يا رب سيدي ربي نوريه شي حجه لوالدي الله يحفظك. يا رب يا رب يا رب اختي هند، بخير الله يحفظك، اعزك الله اختي هند، شكر الله لك. المستمعين يهزوا يديهم معنا ويدعوا معنا بشي ازواج صالحين في القارب العاجل، الله يحفظك يا رب يا كريم. وهذا اللي بغيت، وكنتمنى دكتور دير شي حلقه خاصه على هاد الناس اللي كيجيو يخطبوا بنات الناس وفي الاخر كيخلوهم كيقول لهم ايه وغنديروا وغنديروا وغنديروا، كيخلوا البنت حتى كتعلق وتبغي وكتمشي معاه في النيه، وزعما انا هذاك السيد راه ماشي كان زعما نقول شي وحده اللي خلاني على شي حاجه ولا راه ما كاين حتى شي حاجه، زعما هو حق الله العظيم ولا الفجر كنصوني عليه باش غير نوضي نصوني الفجر، زعما اللي كيقول لك راه بنات الناس قلالوا، بالعكس كاينين بنات الناس ولكن ولاد الناس الله يهديهم.
لا اله الا الله. مو ضيت سنة والبنت توجد وكانت هي كتحلم تكون عروسة وتحلم تلبس هذه وتحلم تبغي هذه، وفي الاخر كيجيك ميساج راه ما بقى والو، على ود غنه وغيمشي لبرا، ولا على ود انه باغي يدير شي حاجه يحققها، ولا على ود توجد راسو. راه البنت اللي كتلقى صبرت عليه انه ما خدامش، على الاقل ما خدامش، راه لا اله الا الله، راه صبرت بزاف انه تيكون راسو. قالت لها انا نبقى في دار بحثت حتى زعما توجد راسك. وفي الاخر تيخلوك على ابسط حاجه. وسمعت السيده البارح اللي قالت لك انها مريضه بالسكر، الله يشافيها ويشافي كاع اللي مريض، ما يبقاش فيها الحال دابا، الله يعوض. وراه انا اللي كنقول مريضه، هي دكتور ما كنعرفش واش هاد مرض الضيقه واش هو صعيب، راه ماشي صعيب ابدا. انا في الدومين وكتلقى بنت مراد، راه شحال من وحده كتلقى راجلها، تنقول لك راه سيدي الملائكه الله يسمح لي على هاد الهضره، تيوقف معاها وكيعاونها وتيقول لك مراتي مريضه بالسكر، تيجوا تيولدوني تعنا بالليل وكل شيء. وكنشوف راه غير الله يهديهم، الله يهدي هاد ولاد الناس. يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم. هذاك الشيء ديال الله، انا هذا هو المشكل اللي عندي. وبعد ما كيجيني اكتئاب عليه كنقول دابا هذا كاع الا جا شي واحد كي غندير تنوصلها ليه، هما كيسمعوا غير شي حاجه بسيطه في البيت كيخلوها. لا حول ولا قوة الا بالله. سيدي ربي عطانا هاد المرضى لا السكر ولا الضيقه ولا اي مرضى، حنا حامدين الله وشاكرين له، ولكن تنسي راعي في الشعور ديال بنادم، انك خليتيها زائد انك زدتيها قلتي لها انت مريضه، راه صعيبه. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. اختي هند قلوبنا معك، وان شاء الله تعالى يا رب يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم. الله يحفظ لي والدي، يا يحفظ كاع المستمعين كلهم اللي عنده شي هم، الله يفرج عليه. يا ربي يا كريم، الله يحفظك، الله يطول عمرك. راه على الاقل ملي كنسمعو كنرتاح، وكنزيدو التحسنات ديالنا في هاد الوقيته، وكنتمناك دعينا يا سيدي ربي. هو دابا انا فتنا كثر ما عندنا، باش كنجي هي انا بحال ما قالت لي، كانت غير البارح اللي كله وانا واقفه الحمد لله، وكنت كنعيا كنعس، كنلقى داك الفجر داك العصر والظهر والعصر تجمعوا. يعني ديك اللحظه ولا مثلا هكا كنبقى حتى كنجمع في الليل، انا عرفتي واحد الا سهر الليله كلها كيعيا وهذا، ولا اله الا الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حفظك الله اختي هند، اكرمك الله. ونقول للساده المستمعين الله يجازيكم بالف خير، هذه اختكم هند من اكادير، سمعتوا الهم ديالها والغم ديالها، تغلبات. وكنقول لها ما تخافش، الحمد لله انت مازال باقا شابه صغيره، ومازال امامك مستقبل كله باسم ومشرق، وان شاء الله تعالى ربي غادي يعوض لك كل ما فات. لكن اجي ندعو معها جميعا ونقول يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين، يا اكرم الاكرمين، يا صارخ المستصرخين، يا غوث المستغيثين، انت تعلم مكاننا وتعلم احوالنا، ولا يخفى عليك شيء من امرنا. يا رب العالمين، يا من تحل به عقد المكاره والشدائد، يا صاحب الفرج، انت المدعو في المهمات والمنمات، لا ينكشف منها الا ما كشفت. اللهم انك تعلم ان اختنا هند قد نزل بها ما نزل، اللهم انا نسالك ان تفرج همها، اللهم شافها وعافها من كل مرض وسقم، اللهم متعها بالصحه وبتمام العافيه. اللهم يا ربي يا كريم، افتح لها باب التيسير، ارزقها الوظيف الذي تحلم به، اللهم ارزقها العمل المبارك الذي فيه الرزق الحلال، وارزقها يا ربنا يا كريم كل ما تتمنى في القريب العاجل. اللهم حقق رجاءها، وابعث لها زوجا من عندك، اختر لها يا ربنا زوجا من عندك على صورة يوسف وعلى أخلاق محمد وعلى صبر أيوب. اللهم عوضها خيرا مما ضاع. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، لا فاتح لما أغلقت، ولا ميسر لما عسرت، ولا معسر لما يسرت. اللهم يا ربي يا كريم، افتح لأختنا هند باب الفرج، اللهم افتح لها باب الفرج، وهبها من لدنك رحمة وصلاحا في جميع أمورها. لقد ضاقت درعا وتحيرت في أمرها، وعجزت عن حمل ثقلها، وأنت القادر على كشف ما وقعت فيه. اللهم يا ربي يا كريم، عجل لها بالفرج، اللهم عجل لها بالفرج برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قولوا معي جميعا آمين. آمين يا ربي يا كريم. وكنقول أخت هند على قضية ديك الحلاوة اللي كيعطيوها في المستشفى، هناك فرق بين الرشوة وبين الهدية. الرشوة حرام وتستوجب اللعن
قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الرشوة ما معناها؟ الإنسان كيوضع مجموعة موانع باش الإنسان ياخذ الحق ديالو احتياطي، هذه كتسمى رشوة. كندير حواجز وموانع، الإنسان في الوظيفة معينة خصو حق ديالو، كنخلق ليه المبررات الواهية باش نضيق عليه حتى يعطي المال، هذه كتسمى رشوة، حرام. لكن في بعض الأماكن، بعض الإدارات أو بعض المستشفيات، كنلقاو واحد الموظف بسيط وكنلقاو كيخدم بإخلاص وكيخدم بنشاط وكيوزع الابتسامات على الناس اللي داخل الإدارة أو داخل المستشفى، وكيقدم الخدمات ديالو كيعتبرها من الواجبات. فمن اللي كيتسالي المهمة، واحد من المواطنين أعجبه هذا السرور وهذا الشعور، فربما كيعطي إكرامية، هذا لا يسمى رشوة، هذا كتسمى هدية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، لأنها ليست مشروطة، هذه تلقائية، فهي حلالا طيبة. والله يبارك لك أختي هند ويرفع الله المقام ديالك.